لو كان يعني هو لازم الانسان يدير في باله بلي رمضان ماشي يعني كما نقولوا حنايا سي كيك شوز دو ديفيسيل. نو، هو الانسان لازم ينظم نفسه، يكون عنده برنامج واضح. بهذاك البرنامج حيخليه يبقى توجور مركز واليز ويعيش رمضان، باسكو رمضان عباده. سي ان تروك اون بلوس باش الانسان يكسب الاجر هذاك لا فان تاع الشهر تاعو. انا نشوف بليك الام يعني نشوفوا الامهات يعني الماكيدات في البيت الحمد لله منظمات، لانهم الصباح يجوزوا الكوزينه طيب تطفي على النار تاعها ومن بعد تكمل يعني لا جورني تاعها والانشغالات تاعها. صادير كو معلينا غير حنايا ناجستيو شويه باش نعيشوا انكور بلوس رمضان واللذه تاع رمضان. ادرك نقولوا بليك في الجدول تاعنا قعد لنا الاكل. الاكل مهم انه الانسان ياكل باغ فراكسيون، من المستحسن انه ياكل صحي بالاجزاء، ياكل باغ فراكسيون، ياكل بالاجزاء. علاش؟ باش الوقت يعطي الوقت للجسم تاعو باش يدير عمليه الهضم، باش اوتوماتيكمون ما يحش بهذاك التعب والتكاسل اللي حيأثر عليهم بعدا باغ لا سويت، ويقعد عنده النشاط والحيويه باش يقدر يروح يصلي التراويح، باش يقدر يقصر مع لي زانفيتي تاعو اللي عنده لي زانفيتي، باش يقدر يروح عند العائله يدير صله الرحم. بهذه الطريقه جو بونس كو الجميع راهو رايح. قولي لي هو شهر رمضان لطفي نعيطوا له حنايا رمضان ريكونكت. علاش؟ لانه الانسان من خلال رمضان راهو رايح يتطهر، وراهو رايح المكبوتات يعني المشاعر السلبيه كلها راهي رايحه تطلع لا سيرفاس وتتنظف. باسكو الانسان بطريقته لما يتغدى الماكله هذيك حاله ادمان. اوكي، باسكو حنا في الماكله عندنا مشاعر، عندنا مشاعر يعني متوازنه وعندنا مشاعر غير متوازنه. يعني اترافير شهر رمضان حنايا نطفو على المستوى الشعوري، نطفو على مستوى يعني الروحانيات الهرموني، كل هذه الامور صح. كل هذه الامور حتتنظف. او كونترير سي بور سا كو الانسان قد اللي هو يكون يعني متكونيكتي مع رمضان، قد اللي هو راه رايح يقفز يدير شيفت بعد رمضان، حيحس بالشونجمون ماشي غير في المستوى يعني تاع الماده يعني حيشيان، لا ميم على المستوى الداخلي حيحس بسكون، حيحس براحه، كثره العبادات، كثره الدعاء، كثره التواصل، لانه الجميع يدير هذوك يعني الامور التراويح، يعني الطاقه روحانيه عاليه جدا اللي حتجي تغدينا وتخلينا نحسوا بهذيك الراحه يعني اختلاف على الايام الاخرى.